المال كالطير لا يعرف موطنا ثابتا. اي والله تؤمنين جدا. زين، هل جداً. انت شديدة الحرص على هذا الجانب المادي؟ انت مبذرة؟ انت مسرفة؟ لو انت لا تعرفين وين تصرفين الدينار او الكذا؟ انا مؤمنة انه واما بنعمة ربك فحدث. زين جدا. نعم. ومؤمنة انه اذا الله تفضل علي بشيء نعم. وانا نعم. قادرة نعم. على ان ادخل الفرح او الخير أو أي شيء إلى الآخرين لن أقصر، مو فقط بالمال. نعم. يعني أنت مو بالضرورة الآن ممكن أعطيك مال، لا. لا لا، ممكن أنت عندك مثلا تريد تعيش حياة وأفتح لك فرصة أن أنت وعائلتك وأولادك وفرصة تحلم فيها، بس أنا أساعدك في تحقيقها. نعم. هذا عطاء، يعني هو مو بس فقط مال. أكيد. يعني أحب أن أعيش في رفاهية، بس نعم. الأهم من ذلك أنه أحسب اليوم، يعني حساب اليوم اللي أشي يعني شلون أحمي العائلة فيها لا سمح الله من المذلة العوز.